السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة معانا النهاردة. الدرس الثاني من يونت 1 من الوحدة الاولى منهج كونكت 4 منهج الصف الرابع الابتدائي يونت 1 بعنوان This is where I live، هذا هو المكان الذي اعيش فيه. بنشرح من كتاب جيم الاضواء، كتاب سهل وجميل وعرض شيق ومجموعة من التدريبات المتنوعة والكتيرة طبقا للمواصفات. ونبدأ مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الأولى بيج 11 صفحة 11. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. Lesson 2 الدرس الثاني A short story about grandpa، قصة قصيرة عن الجد. Listen and say، استمع وقل. Mean vocabulary، كلمات أساسية. Memories ذكريات. Memories trucks شاحنات trucks. curious دي adjective صفة بمعنى فضولي. curious بيحب يعرف حاجات اكتر. extra vocabulary كلمات اضافية. excited هنا برضو نوعها adjective يعني صفة. excited متحمس. visitors زوار. ميتل معدن. كلوسي اوف ممنون تمثال ممنون. كلوسي اوف ممنون. سبيس مكان او مسافة. سمايل ابتسامة. سمايل. كوايت هادئ. جراوند ارض. انسايد بالداخل عكسها اوتسايد بالخارج. انسايد. conjugation of verbs تصريف الافعال. conjugation of verbs في regular verbs افعال منتظمه، لما اجي احولها من present الباست من مضارع لماضي بحط لها مقطع ثابت. lived يعيش عاش. هنا دي بس الاي بحط لها دي. wondered يتعجب تعجب. pulled crossed started buried. يا مستر هنا حطينا دي عشان اخرها ايه؟ هنا اي دي هنا حولنا الواي لاي اي دي. ليه؟ لو الفعل المنتظم انتهى بواي قبل حرف ساكن تحول الواي الى اي وحط اي دي، وكل ده هنشرحه بالتفصيل في زمن الباست سيمبل الماضي البسيط. دي الافعال المنتظمه ليها قاعده ثابته ليها اضافات ثابته. طب الافعال الغير منتظمه irregular verbs تحفظ كما هي. grow up say said dig find بمعنى يجد. طيب found وجد يبقى تحفظ كما هي. expressions and phrases تعبيرات وعبارات. from all around the world from all around the world من كل أنحاء العالم. pull out يسحب للخارج بيشد للخارج. pull out sit down يجلس. طبعا نحفظ الأفعال وحروف الجر. look at ينظر إلى. a big smile on his face ابتسامة كبيرة على وجهه. look inside ينظر للداخل. look inside. important sentences جمل مهمة. grandpa lived in a village near colossi of memnon يبقى عاش الجد في قرية بالقرب من تمثال ممنون. the village was very quiet كانت القرية هادئة جدا. he buried a metal box دفن صندوق معدني. when he was 8 لما كان عنده 8 سنوات. it was a box of his memories كان صندوق لذكرياته. page 12 صفحة 12 بعنوان القصة بعنوان grandpa and his box of memories الجد وصندوق ذكرياته. look and read
انظر واقرأ. Look, this was my street. انظر هذا كان شارعي. Grandpa was very excited. كان متحمس جدا الجد. We were in the village. كنا في قرية. Where حيث عايدة على القرية. Where عايدة على القرية. حيث he grew up. هو كبر. It is near the colossi of Memnon. هي قريبة من تمثال ممنون. It was very quiet. كان الجو هادئ. When I lived here. يبقى الجد ايه كان بيقول؟ كان الجو هادئ لما انا عشت هناك. Said grandpa. قال الجد. Now الان there are. يبقى انا بيعمل مقارنة بين الماضي ودلوقتي. الان there are lots of visitors. يوجد الكثير من الزوار. From all around the world. من جميع انحاء العالم. That's where my friend lived. هذا هو المكان الذي عاش فيه صديقي. عاش صديقي. وبليد لعبنا. وبليد فوتبول كرة قدم. لعبنا كرة قدم. On this street. في هذا الشارع. There were no cars then. ما كانش فيه سيارات. حينها او في وقتها. الجو اختلف. او الحياة اختلفت. Grandpa الجد. Looked right and left. بص يمين وشمال. And he crossed the road. وعدى الشارع. The road had lots of trucks. الكثير من عربيات and cars والسيارات. يبقى الشاحنات بقت كتير والسيارات بقت كتير. يبقى الجد عدى الشارع وقبل ما يعدي باص يمين وشمال عشان في الكثير من العربيات. يخلي باله. And this. وهذا. He said هو قال الجد. Is where I lived. ده المكان اللي أنا عشت فيه. We looked at the space. بصينا ايه الى المكان. There was no house. ما كانش فيه ولا بيت. There was only grass. في عشب فقط. And one big tree. وشجرة كبيرة واحدة. I wonder. انا بتساءل او انا بتعجب. It was so many years ago. يعني كانت منذ سنوات عديدة. العمر عدى والسنين عدت. It was so many years ago. هنا was كانت عشان في ago منذ ماضي. Grandpa looked at the tree. نظرة جدي الى الشجرة. Grandpa walked to the tree. مشى ناحية الشجرة. He looked at the ground. نظرة الى الارض. Then ثم he started digging. بدأ الحفر. He pulled out. هو سحب. An old metal box. صندوق معدني قديم. He had a big smile. عنده ابتسامة كبيرة. On his face. على وجهه. ابتسم ابتسامة كبيرة على وجهه. Look. انظر. He said. هو قال. He was very excited. هو متحمس جدا. We were 8 years old. كان عمرنا 8 سنين. When we buried this. لما دفننا ده. اللي هو الصندوق. Let's sit down. يلا نقعد. And look inside. وننظر داخل the box. الصندوق. Yes please. نعم لو سمحت يا جدي. I said. أنا قلت. I am very curious. أنا فضولي جدا. عايز أعرف اللي موجود في الصندوق. هنا بيقول لي I can find it out. أستطيع أن أكتشف. The colossi of Memnon. تمثال ممنون. Are أو تمثال ممنون. Are two large statues. تمثالين كبار. That exist in Luxor. موجودين في الأقصر. They were built. اتبنوا around حوالي 1350 BC. حوالي 1350 قبل الميلاد. 1350 قبل الميلاد. هنا جايب لي سؤالين. How did. How يعني كيف. How يعني كيف. How did grandpa. كيف كان الجد. Feel يشعر. يعني الجد شعر بإيه. When he saw his old street. لما شاف الشارع القديم. شعر بإيه لما شاف الشارع القديم. يبقى he was very
excited، كان متحمس جدا. What did grandpa pull out؟ هو سحب ايه؟ هقول he pulled out، سحب an old metal box، صندوق معدني قديم، صندوق معدني قديم. Page 13، صفحة 13. The past simple tense، زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط، ايه هو الماضي البسيط يا مستر؟ هو حدث انتهى في الماضي، انتهى بقى من يوم، من شهر، من سنة، هو حدث حصل وانتهى. يبقى usage الاستخدام، the past simple tense is used for، يستخدم لي، زمن الماضي البسيط يستخدم لي، expressing an action، التعبير عن حدث، that happened، حدث and ended، وانتهى، in the past، في الماضي، at a certain time، في وقت محدد، في وقت معين. طب يا مستر اكون الزمن ده ازاي؟ اول حاجة في الجملة المثبتة، في انواع من الافعال، فعل منتظم وفعل غير منتظم. الفعل المنتظم بحط الفعل دي او اي دي او اي اي دي، واحدة واحدة يا مستر. هنا بيقول لي we played football on this street، we ده اللي هو السبجكت الفعل، احنا جاي هنا ضمير، played ده الفعل، حطينا play ثم اي دي، يبقى حطينا مصدر الفعل ثم حطينا له ايه؟ الاضافات. لعبنا كرة قدم في الشارع، في هذا الشارع، يبقى بليد ده فعل ايه؟ ماضي. طب ليه يا مستر حطينا له ايدي؟ تعال نقول لك القاعدة. أول حاجة بنحط ايدي لمعظم الأفعال المنتظمة زي لوك ينظر، لوكت نظر. طب تمام، يبقى الايدي للمعظم. طب لو الفعل آخره ايه؟ بحط له دي فقط، زي ليف يعيش، ليفد عايشة، يبقى الفعل بحط له اي دي. طب لو اخره ايه؟ خلاص هو موجود فيه الاي، فبحط دي. طب لو الفعل اخره واي، واي واي، قبليه حرف ساكن، يبقى القاعده بتنطبق على الواي قبليه حرف ساكن، زي بيري يدفن، بيرد دفن، بيري بيرد، هنا الواي قبليه حرف ساكن. طب يا مستر بلي، هنا الواي قبليه حرف متحرك، حرف الاي، مادام الواي قبليه حرف متحرك احط ايدي من غير ما احول، لكن الواي لو قبليه حرف ساكن احول. طب هي الحروف المتحركه اللي لما بتيجي ما بحولش، الاي والاي والاي والاو واليو، الخمس حروف دول دي فاول ليترز، حروف متحركه، لو جت قبل الواي ما بحولش واحط ايدي، واحط ايدي يا مستر. يبقى كده لما اجي بحول الفعل من مضارع الماضي ممكن احط دي او اي دي، او الواي تحول الى اي اي دي، او دي اول حاله، دي تاني حاله، دي تالت حاله. طب في حاله تانيه زي كلمه ستوب، يوقف او يتوقف، هنا البي قبلها حرف متحرك، الحرف الاخير ساكن قبله حرف متحرك واحد، ممكن اضاعف الحرف الاخير واحط اي دي. يبقى دي بعض حالات تحويل الافعال المنتظمه من مضارع لماضي. تحفظ، تحفظ يا مستر الفعل في المضارع واعرف بضيف له ايه، مش هقعد احفظ بقى المضارع والماضي، لا بعرف الحالات بس، دي او اي دي او اي اي دي، او اضاعف الحرف الاخير واحط اي دي لو الحرف الاخير ساكن قبله حرف واحد متحرك. النوع الثاني من الافعال، الافعال الغير منتظمه، الريجولار فيربس، الافعال الغير منتظمه عشان احولها من بريزنت الباست، من مضارع لماضي، تحفظ كما هي. يعني ايه يا مستر تحفظ كما هي؟ هنا بريزنت المضارع، وهنا باست الماضي، هنا ام بمعنى اكون، وايز يكون او تكون، ام او ايز تحول الى ووز، فاحفظ ان ام او ايز تحول الى ووز. طيب جرو يزرع، تبقى جرو زرع، هاف يملك او يتناول، تبقى هاد، فيل يشعر، تبقى فلت، فيل
فلت فايند فاوند. فايند يعني يجد، فاوند وجد. لاحظ ان هي ملهاش قاعدة ثابتة، عشان كده ده فعل غير منتظم. طيب ار يكونوا، وير كانوا، سي يقول، سد قال، ست يجلس، سات، سي يرى، سو رأى، نو يعرف، نيو عرفة. يبقى الفعل الغير منتظم عند تحويله من مضارع لماضي ملهوش قاعدة ثابتة، يحفظ كما هو. The village was، was هنا بمعنى كانت. كانت القرية كويت هادئة. In the past في الماضي. The village was quiet in the past. طب لما نيجي ننفي يا مستر النيجاتيف سنتنس، الجملة المنفية، بعمل ايه؟ أول حاجة ببص على الفعل، ببص على ايه؟ على الفعل. لو فعل مثلا زي بليد، فعل منتظم في ايدي، لما اجي بنفيها بحط didn't والمصدر. يعني ايه؟ بحط didn't واحذف الايدي، يبقى هنا لما اجي انفي الجملة الفعل didn't هو مصدر الفعل الأساسي. زي مثلا he didn't play football yesterday، هو ما لعبش كورة امبارح. كان أصلي دي he play، هو لعب، he played. طب لما منفيها didn't والمصدر، didn't والمصدر، اوعى نحط didn't والفعل نخليه في ايدي او في شكله في الماضي، لا didn't بتغني، يبقى didn't والمصدر. طب لما عاوز اعمل سؤال، في سؤال بمعنى هل بيبدأ بديد، ديد بمعنى هل، ثم الفعل ثم المصدر، وجود ديد بيخليني الفعل يجي فين؟ في الانفينيتيف، في المصدر. والإجابة ياس أو نو، ومع ياس بثبت بقول ديد، مع نو بقول didn't. طب ناخد مثال هنا، بيقول لي did you jump yesterday، هل did you jump yesterday، هل قفزت امبارح؟ أقول له yes I did، آه أو no I didn't. هنا حولناها الآي، أنا بسألك أنت هل قذفت؟ أقول yes I did أو no I didn't. طيب did he play football on the street، هل هو لعب كرة قدم في الشارع؟ no he didn't، الصورة مش بيلعبه، ما كانش بيلعب. طب لو كان بيلعب أقول yes he did، طيب no he didn't. page 15، صفحة 15، هنا بيقول لي النوع الثاني من الأسئلة، ما في سؤال بمعنى هل، وفي سؤال اسمه WH أو HO. ده بيبدأ بأداة استفهام، بتبدأ بـ WH أو HO، بـ WH أو HO، ثم ديد ثم الفعل ثم المصدر، والإجابة بتبقى في الماضي. مثال يا مستر when did you get up yesterday، متى استيقظت امبارح، يبقى أداة استفهام، فعل مساعد، فعل، فعل في المصدر، أداة استفهام ديد والفعل والمصدر، ثم يسترلي لظرف الزمان بتوضح إن الحاجة حصلت امبارح. إمتى صحيت امبارح، هقول I got up، يبقى الإجابة بخليها الفعل في الماضي، I got up at 6 o'clock yesterday، صحيت الساعة 6 امبارح. لاحظ حاجة هنا، يو لو بكلمتك أو لو كلمت واحد بس، لو كلمتك أنت الإجابة تبقى I، يبقى يو تحول لأي. طب لو أنا قلت أنتم، أنتم تبقى الإجابة يو، تبقى الإجابة وي. نوضح تاني، يو في السؤال ممكن تحول في الإجابة لأي أو وي. أي لو أنا بكلم واحد أنت بس، طيب وي لو أنا بكلم مجموعة، يبقى ماذا كنت تفعل، أقول أنا كنت بلعب. طب لو ماذا أنتم، هتقول أنا ولا إحنا، إحنا، يبقى يو. ممكن تعبر عن المفرد والإجابة أي، وتعبر عن الجمع والإجابة وي، والإجابة وي. طب إيه الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط؟ keywords، كلمات الدالة، yesterday زي امبارح، last week الأسبوع اللي فات، last month الشهر اللي فات، last year السنة اللي فاتت، etc. إلى آخر. أو ago month مثلا، I went to my school yesterday، رحت مدرسة امبارح. أو she played tennis last week، لعبت التنس الأسبوع اللي فات. يبقى ده الفعل الماضي وادي الكلمة اللي بتدل على الماضي. مع yesterday خدنا الفعل ماضي، وانت ده فعل شاذ كان اصله جو، جو يذهب وانت ذهب. هي لعبت التنس الاسبوع اللي فات، لاست دي عشان كده اخترنا الفعل ماضي بالهيت. وي ليفد هير، عشنا هنا، من ييرز اجو، من سنوات، اجو دي منذ، ده ماضي بسيط، يبقى الفعل لازم يبقى في شكله الماضي. يبقى كلمات ظرف الزمان بتعبر عن شيء حدث، يبقى اختار الفعل فين؟ في الماضي. طب تعالى كده نحل. تشيك بوينت، تشيك بوينت اسئله على
الباست سيمبل الماضي البسيط بيج 15 صفحة 15. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. جراند باز فيليج قرية جدي نقط فيري كوايت من years ago منذ سنوات يبقى ده ماضي. ما دام ماضي إز ما تنفعش وآر ما تنفعش ووز ولا وير ووز عشان قرية جدي دي مفرد ووز للمفرد. أي نقط تنس يسترداي مع يسترداي بختار بليد عشان دي تبقى ماضي. هي نقط فيزيت هيز جراند باز فيليج لاست ويك مع لاست هختار الماضي. طب المنفي didn't والمصدر يبقى الماضي المنفي didn't والمصدر عشان هنا لاست. نقط يو فيزيت يور جراند باز فيليج لاست يير هل زرت قرية جدك السنة اللي فاتت هنا برضو لاست. يبقى انا بدور على الكلمة لقيتها ماضي اختار فعل ماضي تبقى دي ده على طول. I know at English yesterday أقول I studied أنا ذاكرت إنجليزي امبارح. وين ديت حازم ديت والفاعل والمصدر ديت والفاعل والمصدر خلاص ديت حازم جوه على طول. يا مستر فيها يسترداي ما يسترداي عشانها حطينا ديت ووجود ديت حطينا بعد الفاعل ايه المصدر. تدريبات عامة على الدرس التاني بيج 16 صفحة 16. السؤال الأول listen and circle استمع وضع دائرة على the correct answer على الإجابة الصحيحة. هنا جايب لي نص استماع هسمع واختار. grandpa lived in a small village it is very quiet the village was near the river and he played football with his friends there were no cars in the bus. يبقى بسمع وحل بسمع وحل. السؤال الثاني choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A B C أو D من الأربع اختيارات. number one رقم واحد grandpa نقط a books of his memories when he was 8 years old يعني جدي دفن صندوق ذكرياته لما كان عنده 8 سنين يبقى برد دفن. I have a lot of beautiful not of my old village of my old village انا عندي الكثير من النقط الجميله لقريتي يبقى memories الذكريات الجميله طبعا صناديق قديمه شواحن او شاحنات اشجار قديمه لا هي memories ذكريات جميله لقريتي القديمه ذكريات جميله. اي نقط to my school last week يبقى I walked أنا مشيت لمدرسة الأسبوع اللي فات. there were no not in the past ما كانش فيه إيه في الماضي. there were no cars ما كانش فيه سيارات في الماضي دلوقتي طبعا في سيارات كتير جدا جدا جدا. السؤال التالت قطع نقص كلمات old بمعنى قديم وممكن تيجي بمعنى عجوز بلي يلعب trees أشجار quiet هادئ root طريق. I visited أنا زرت my grandpa's house منزل جدي in the village في القرية where he grew up حيث كبر. it was نقط يبقى it was نقط when he was young إنه كان هادئ عندما كان صغير إنه كان إيه هادئ quiet when he was young he could play football قدر يلعب كرة قدم. on the street في الشارع as there weren't any cars ما كانش فيه سيارات. there were كان يوجد lots of كثير من tall trees أشجار طويلة and green lands وأراضي خضراء. life was simple الحياة بسيطة زين. now الآن there is a lot of noise يوجد الكثير من الضوضاء and the not has يبقى and the road الطريق فيه lots of كثير من trucks and cars عربيات الشاحنات والسيارات. بيج 17 صفحة 17. والسؤال الرابع صح الخطأ we was 8 years old طبعا هي we were عشان where دي بتيجي مع الجمع was مع المفرد where مع I we was a كنا 8 سنوات لما دفننا صندوق الذكريات. The village القرية القرية مفرد ولا جمع؟ مفرد تبقى was مش where يبقى قلنا I he she
it بيجي معاها was. we you they بيجي معاها where أو أي اسم مفرد was جمع where. فإحنا لما قلنا the village القرية ده اسم مفرد قلنا was القرية كانت هادئة في الماضي. which subject do you study yesterday مع yesterday أحط did yesterday أحط إيه did. they doesn't go to school on Fridays طبعا هنا هم مش بيروحوا إلى المدرسة أيام الجمعة تبقى they don't. ليه يا مستر مش didn't؟ عشان دي حقيقة أنا بتكلم عن حقائق وعادات فبستخدم المضارع البسيط عادي خالص. يبقى they don't هم مش بيروحوا إلى المدرسة أيام الجمعة. لو كان قال لي yesterday امبارح أو أجو منذ كنا اخترنا didn't لكن دي بعبر عن عادة أو حقيقة. they don't they don't. أحمد visit his uncle last week تبقى visited. أحمد زار عمه الأسبوع اللي فات ده ماضي بسيط مع last أختار إيه؟ الماضي البسيط أحط له دي أو إيدي لو منتظم. السؤال الخامس بانك تويت أحمد pulled out an old metal box هنا الـ A capital ودي جملة تبقى في النهاية في الستوب دول ناقصين. where الـ W capital ده سؤال بمعنى أين. where did you go yesterday أين ذهبت امبارح يبقى question mark علامة استفهام بيجيب لي نقطتين. السؤال السادس والأخير في الدرس الثاني اكتب paragraph of 18 words من 18 كلمة. the village where your grandpa lived القرية حيث عاش جدا هكتب العنوان في السطر وأحول دمار يعني يا مستر أول the village where your تحول لماي where my grandpa lived القرية حيث جدي عاش. هبدا اسيب مسافه في اول سطر لازم طبعا لازم هقول ايه ماي جراندبا يعني ايه جدي lived in a village عاش في قريه. اكمل هنا انتهت الجمله لكن لسه السطر اقول it was من اول السطر ببدا quiet كانت هادئه. There were no cars ما كانش فيه سيارات. My grandpa plays هنا هتبقى played جدي لعب عشان ماضي played football on the street لعب كرة قدم في الشارع. It was beautiful القرية كانت جميلة وهكذا. العنوان في نص السطر أسيب مسافة في أول سطر الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة فلو ستوب. وبكده يبقى خلصنا الدرس الثاني من شرح منهج كونكت فور كتاب جيم الأضواء. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.